أعزائي المشاهدين، أهلا بكم وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم عيون الشعب. الأسبوع الماضي طبعا كلنا تأثرنا بحلقة هدى، طفلة صغيرة 4 سنين اللي تم اغتصابها وبعدين خنقها وتحطيم رأسها بحجر. وكنا يمكن وجهنا نداء وقلنا يا جماعة لو حد يقدر يساعد الوالد والدة هم حتى عمرة أو حج، لكن طبعا يعني لغاية دلوقتي احنا عشمانين إن حد يتصل ويوديهم عمرة أو حج، نوع من هم يعني التواصل معاهم وإن احنا حاسين بتعب. للأسف يعني احنا ننتظر ان شاء الله هيكون رجال الاعمال او الاثرياء اللي هو يقوم بهذه المنحة. ايضا كنت متوقع ان في كتير من نقابة المحامين ونقيب المحامين ان هم هيتصلوا عشان هم يدافعوا عن الطفلة هدى بدون اي تعب، لكن للأسف يمكن ما فيش غير استاذ شعبان الشاروني المحامي هو اللي تبرع، قال لك انا هاخد القضية دي وان هو مش هياخد اي اتعاب وان ده تبرع منه لاهل الطفلة هدى. طيب طبعا لازم نتوجه له بالشكر ونتوجه بالشكر لكل اللي ساعد الطفلة هدى. ايه قضية النهاردة بقى؟ دي احنا بنقدمها نصيحة لكل بنت ونصيحة لكل اسرة. الموبايل. الموبايل اللي مع البنت دي مشكلة كبيرة جدا، ده غير النت اللي في البيت. هي حبت شاب، طب عايزة تقول له ان هي بتحبه، اتصلت بيه وقالت له انا بحبك. شيء طبيعي الشاب لما يكون يعني ما عندوش لا اخلاق ولا دين استغل هذا الموضوع وابتدى ان هو يتواصل معاه، يتقابلوا مع بعضهم. بعد المقابلات في الطريق ابتدى طيب عايزين نقعد في حتة مع بعضينا، للأسف الشيطان كان تالتهم، حصل حمل. فين الأسرة وفين الأب اللي بيدي البنت موبايل؟ الموبايل ده في الإيد والله قنبلة، لازم كل أب يعرف إن الموبايل في إيد بنته، مش هتنفجر في بنته بس، هتنفجر في الأسرة كلها. لازم يعرف إن فعلا الموبايل مشكلة كبيرة جدا. كل أب المفروض حتة إنه يقول لك عايز أطمن عليها لما تروح الدرس أو هتروح عند زميلتها وفي الطريق. طب إحنا من 10 15 سنة ما كناش بنطمن على بناتنا؟ يعني بناتنا كانوا ماشيين كده من غير ما الأب والأم ما بيطمنوا عليهم. الموبايل لازم يكون فعلا فيه مراقبة عليه غير عادي. آدي الموبايل، حب، مقابلة، للأسف حمل. طب هل الشاب ممكن يرتبط ببنت يتكلم معاها في الموبايل وقابلها؟ يعني انا عايز كل بنت تعرف تسال اخوها تقول له يا اخويا لو انت بتكلم بنت في التليفون وبتقابلك ممكن تتجوزها؟ هيقول لها لا مش هتجوزها. يوم الشاب يفكر انه يرتبط بيرتبط ببنت ما يتكلمهاش في التليفون ولا عارفها غير ان هو اعجب بيها سواء كان في الطريق او في البيت او عن طريق زواج الصالونات زي ما بنقول، لكن عمره ما هيتزوجها عن طريق الموبايل. واللي هيسلم زي البنت دي سلمت نفسها للشاب وحصل حمل، عمر الشاب ما هيفكر يتجوزها، يقول لك زي ما سلمت نفسي سلمت نفسها ليا ممكن تسلم لحد غيري. وعمر الشاب ما هيفكر يتجوز بنت فرطت في نفسها، عمره هو ممكن يتواصل معاها لغايه ابعد مدى لكن يتجوزها لا. حمل هددته لازم تتجوزني، هروح اقول لابوك هروح اقول لامك، كان لازم يتصرف بسرعه لان هو متزوج. يعمل ايه؟ تعالوا نشوف عمل ايه. والحلقه لسن اكبر من 18 سنه لان فيها مشاهد بشعه للغايه. نشوف الموبايل ورسالة لكل أسرة ولكل أم ولكل أب، بلاش الموبايل مع البنت في مرحلة المراهقة. نشوف عمل إيه هذا الشاب. We'll be right back.
اعزائي المشاهدين مع جمعه وهيقول لنا ايه اللي حصل. اهلا يا جمعه. اهلا بيك يا باشا. شغال يا جمعه؟ نجار مسلح. كويس الحمد لله، نحمد ربنا. متزوج؟ معايا اربع عيال. ربنا يخليهم لك يا اخي. ايه اللي دخلك في المول ده كله؟ والله يا باشا انا كنت قاعد في البيت، جه صاحبي ده والله الله يجازيه بقى، قال لي الوضع هو عاطفي. قال لي الوضع واحد اثنين ثلاثة ونروح مشوار. لا انا عايز الوضع واحد اثنين ثلاثة تقول لي هو الواحد وهو الاثنين وهو الثلاثة. هو ما شرحليش، هو قال لي واحد اثنين ثلاثة زي ما بقول لك كده. مشيت معاه على العماية، جبت العربية بتاعته ورحت معاه. يعني واحد بيقول لك تعالى انا عندي واحد اثنين ثلاثة، مش تقول له احنا رايحين فين وجايين فين وهو واحد اثنين ثلاثة ده، ولا تقول له يلا نروح وخلاص؟ والله انا ما كنتش بدي زي سكت، انا عامة يعني في الناس عبيطة، ما بديش خوانا لاي حد. بس مش الدرجة يعني، دلوقتي اعدي عليك في البيت اقول لك تعالى معايا عشان احنا رايحين مشوار واحد اثنين ثلاثة، تقول لي ماشي وتيجي رايحين كده؟ لا طبعا. بس هو اللي حصل جه في الطريق حكى لي بقى. قال لك ايه في الطريق؟ بيقول لي انت ركبت توك توك ولا عربية؟ عربية. انا بقول العربية بتاعته، هو بيقول لي تعالى نروح عربية. بيبي انت حصل معاك كذا كذا كذا. اكيد كذا كذا دي. يعني عمل مع الغلط مع يعني هو كان على علاقة بنت مع بنت. بقالهم فترة يعني مش من الوقت. بقالهم فترة. وحبة وحصل ان هي عصرتهم الاثنين قبل كده، انا كذا مره قلت لهم يا جدعان غلط اللي انتم ماشيين فيه كذا مره. والبنت الله يرحمها قبل ما تخطي معاها خطوه قلت لها بنت هتروح في داهيه مع الراجل ده. انت عرفت البنت منين؟ جيراننا يا باشا. انا في حاره كده وانا طالع من الشارع بتاعنا بطلع عليهم. انت كنت عارف البنت وعارف الولد؟ عارف الاثنين. وكانوا كنت بشوفهم بيتقابلوا مع بعض؟ بس لا بشوفهم مقابلات مع بعض. لا طب انت كنت، هو كان بيحكي لك ان هو ماشي مع البنت دي وانه بيحصل غلط وحاجه زي كده، انت رحت للبنت وقلت لها ابعد عن الواد ده؟ كانت بتقابلني وانا ماشي في الشارع، لما ما كانش بيتصل بيها كانت بتقول لي مش متصل بيا ليه، اقول لها مش عرفني ما بتصلش بك ليه يعني. هو صاحبك يعني؟ اه بالظبط كده. فانت قلت لها خلي بالك الواد ده مش كويس ابعد عنه. بالظبط قلت لها بدل مره كذا مره. طب ما خفتش احسن انها تروح ما خفتش احسن تروح تقول لصاحبك ده يعني صاحبك بيخوفني منك وبيحذرني منك؟ ادي مرتين ثلاثه. بعد ما هو ما كانش بيسمع لها، هو كان بياخد غرضه منها وخلاص. فين؟ الله اعلم بقى. مع صاحبك بيحكي لك كل حاجه. دي كلمه فين ديت؟ قال مره قال لي احنا كنا في البيت عندنا مرتين عنده في البيت، نطت له هي من البلكونه. هو البيت كان بالبيت؟ لا بعيد عنه، كانت بتروح له لحد البيت وتنط له البلكونه مرتين، نطت له البيت. استنى بس ازاي يعني تروح عند البيت عنده وتنط من البلكونه؟ تليفونات يا باشا، ما التليفونات مجربه البعيد الوقت. التليفونات دي مصيبه. مجربه البعيد في كل حاجه. يرن عليها انت فين؟ انا في الحته الفلانيه. طب انا في البيت، تعرف تجي لي؟ اقول له مثلا اعرف اجي لك. يروح رايح حال. يفتح لها باب البلكونه وتنط من البلكونه. دور ارضي بقى. لا دور ارضي. تنط من البلكونه. تنط من البلكونه. هو نفس الكلام ده انا سامعه من حنك اهو. وكذا مره تاني برضه في العربيه، ومره كان بياخدها عند اختنا جماعه زمايله. يعني كان مالهم طويل مع بعض. وانت البيت دي اهلها كانوا فيه؟ هو اهلها كل اخواتها كلهم يعني ربنا يساعدهم، كل واحد في سفره وفي شغله. اخواتهم كلهم مغربين ومجر على العيش، واللي معاه عيال ما يربي يعني. هم ست كبيره في السن يمكن شفتوها، وابوها نفس الكلام راجل كبير في السن. من ايديك كل الارض، ابوها وامها من ايديك كل الارض، واخواتها كل واحد في حاله. وهي عايشه براحتها. زي ما انت بس قعدت اسبوع محبوسه في البيت لما اخواتها عرفوا انها بتكلم حد في التليفون. تعالى زي ما سمحت. كانت بتكلم حد في التليفون، فراح اخواتها عرفوها حبسوها اسبوع في البيت وضربوها قبل ما تطلع من البيت. اول ما اتلكت الفرصه انها تطلع من البيت طلعت. راحت فين؟ رنت عليه. قالت له انا هربت من البيت. قال لها خلاص تعالى انا هاخدك وهوديكي شقه وتقعدي في الشقه. وكان كده اكتب عليك. كم سنه؟ بتاع 26 سنه. دخلت مخطوبه ولا متجوزه ولا حاجه ابدا؟ تمام. وقدم لها عرسان حلوه جوه في البلد وهي اللي رفضت. بسبب الشخص ده. والله اعلم بقى كان بينهم ايه تاني. المهم ان هي في اخر فتره قالت له ده انا حامل منك ومش حامل منك. فجيت اتصل بيها لما هي مشيت من البيت بقى، اتصلت بيه قالت له ده انا مشيت من البيت. قال لها خلاص اطلع اتمشى قدام على الجسر. شغال سواق في محجر. يعني رئيس فارما. بس ده متجوز ولا غير ولا اي حاجه؟ متجوز. ده متجوز ومعاه عروسه بسم الله ما شاء الله يعني. متجوز وعنده ولاد حلوين. وكان ليه شاب محترم الله يرحمه يعني ويسامحه. ده راجل كبير بقى مش شاب صغير يعني. لا يصغر عني سنتين. وعنده عروسه كمان يعني عنده بنت كبيره. ما معهوش بنات لسه، ربنا ما اعطاهاش. مع عروسه مراته يعني بسم الله ما شاء الله يعني عليها. يعني ما تتعبش في حاجه. هي ما كانتش مراته، كانت مرات اخوه. اما اخوه توفى هو خدها. بس. فجي لما رن عليا قال لي تعالى نوصل المشوار ده سوا. قلت له هتعمل ايه؟ قال لي هنشوف لها حل. ونشوف لها حل كيف يا ابن الناس؟ قال لي هنشوف لها حل. كان الساعه كم كده؟
يعني حوالي بعد العشاء على طول. تمام. جه قعد معايا شوية، التليفون رن بتاعه. قال لي يلا رحنا طالعين، خدنا العربية ومشينا. رحنا لقيناه مستنينا على الجسر. بعد العشاء. بعد العشاء. مواد وماتة ولبسة ومتنكر. خدت بعدها وطلعت معانا. رحنا في المكان اللي رماها فيه ده بقى. رحنا عند حتة مقطوعة. ما حكلكش انه نوى علي بقى هو. كانش قايل لي هو نوى علي، بس انا كنت شايف في عينه غدر. ان هو كان بيقول انا من الاخر مش هينفع ان انا اتجوزها، ومش هينفع ان انا اختلي بيها تاني، وهتفضحني ومش هتفضحني. يعني في معنى كلامه ان هو خلاص عايز ينتهي منها. طب اول ما شفت في عينيه غدر ما قلتوش السلام عليكم انا ماليش دعوه، انت سيارتك هتوديني في داهيه. انا سبته ووصلنا عند المكان اللي رحنا فيه، ونزل من العربيه، ونزل هو وهي، وراح قال لي تعالى. قلت له قال لي اركب العربيه وديها على الطريق. ركبت العربيه وديتها على الطريق. على ما رجعت كان هو منفذ معاها برضه الخطيئه تاني. نفذ معاها الخطيئه تاني قبل ما يقتلها في قلب الغيط، وبعد كده خدناها ومشينا حد البحر. كانت عايشه ولا كانت عايشه؟ عايشه يوم 2014. كنتش عرفك ان هو عمل معاها الغلط؟ هو لسه جاي لي وقال لي هتعمل حاجه، قلت له لا. قال لك انت كمان تعالى؟ قال لي تعالى اعمل معاها، قلت له لا. وكان كل مره بيقول لي عايز تعمل معاها حاجه اديك خليها غصب عنك تنام معاك، قلت له لا. وهي كانت واقفه وسمع الكلام ده؟ كانت واقفه جنبينا وسامع. بس انا معايا بنات. كان بيقول له ايه لما كان بيقول لها تعالى؟ بيقول لك انت كده؟ سبحان الله، ما كانش بيقول له على اي حاجه. لا، كلمه لا دي ما كنتش مسمعها منها، ولا في تليفون ولا قدامه شخصيه ولا اي حاجه. يعني بيقول لك انا واقفه ما تقول له سمعنا مكالمه التليفون، يكلمها ويقول لها للالادي تروح له للالادي على طول كده، برغبه منها هي كمان مش منه هو. كانت بتروح له في نص الليل برضاها هي، مش غصب عنها. اشوف كانت بتطلع من البيت نص الليل وهي راجعه اخر النهار. كنت فين؟ شريط برشام كده في ايديها، كنت بجيب برشام من الصيدليه بترتيب منه هو برضه. طيب حصل الكلام ده، وبعدين بعد ما حصل، بعد ما حصل الغلط في الغيط، وبعدين اللي حصل خلناه ورحنا حد البحر كده. راح قال لي قاعد يضرب فيها شويه هي. يضرب فيها؟ اه. كنت بتقول له ايه؟ كان بيقول له هتعمل فيها ايه؟ يقول لها هرميك في البحر. تقول له خلاص سيبني وانا هنزل. يقول لها لا هسيبك كيف؟ سيبك تنزل وتطلع من الناحيه الثانيه؟ انا لازم اموتك قبل ما ايه؟ قبل ما ارميك. ما قلتلوش بقى فين الحب؟ فين الكلام ده كله؟ ما فيش الكلام ده. انت واقف؟ انا واقف جنبي. طب ما حشتوش عنها ليه؟ انا كنت احب على ايده عشان اصلا ما يجيش عندها. ما كانش سامع لحد. يعني كان كل اللي في دماغه ان هو يقتلها وخلاص. كان بيضربها بايديه بقى؟ بايديه. وبعدين راح جاب طرحه بتاعتها كده بيضه. يمكن لما سحبتها لقيتوها فيها طرحه بيضه كده مربوطه بيها، عاملها زي مشنقه وشنقه. وبعد ما شنقها راح رابطها في رجليها، وراح زججها في قلب عبايه كده، عبايه بيضه. انت واقف تتفرج؟ مش عارف اعمل حاجه. انا مذهول، مش عارف اعمل اي حاجه. ولا حد يسمعها بساعه ولا حته مقطوعه؟ مفيش حد، مفيش صريخ ابن مين يبقى في المنطقه دي. انا عن نفسي انا كنت ماشي ركبي متخبط في بعضيها. روحت البيت قعدت ارتعش لما كنت هموت الليله دي. كنتش قادر امسك نفسي. وراح حاطها جوه العبايه. حاطها جوه العبايه وراح مكعرطها، فضل يكعرط فيها لحد ما نزلها الميه. دي كانت بقى فقدت الوعي من الضرب. من الضرب بقى والخنجه مفيش. فين النفس تاني بعد ده كله؟ بس ورحنا مشينا شويه، وبعد ما مشينا راح رجع تاني. بص تاني ناحيه البحر، وبعد كده خدنا ومشينا. ومين اللي ربط الحجر بقى وعمل الحجر عشان يخليها تنزل؟ الحجر ده حطه في قلب العبايه بعد ما ربطها. بعد ما ربط العبايه، بعد ما ربط ناحيه راح حاطط الحجر وربط الناحيه التانية. وراح رمى جوه الميه. عشان المواظنه لما تنزل ما تجيبش تاني. بس لما ربنا بيظهر حاجه لازم تظهر. خدت في الموضوع ده قد ايه انت؟ حاليا لمين ولا قرش. يعني تبعتهم جامله؟ اقسم بدين الله ما خدت قرش ولا عشرة ولا خدت اي حاجه ابدا. في اللي خدته في الليله دي ان انا اتسحبت في الرجلين ومش عارف مصير ايه. مصير من تشريك اهو. شريك ازاي طيب؟ ما انا ما عملتش حاجه، انا كنت واقف ولا مديت ايدي ولا ربطت ولا قتلت ولا عملت حاجه. ما انت كنت كروتك مع اهلي مش عارف عشان تبقى شاهد علي؟ الله اعلم بقى. انا اكتر واحد كنت عارف سره مع البت دي. ده اول حاجه، اكتر واحد كنت اعرفه كان بيحكي معاها فيه. مش هياخد واحد ممكن كل شويه يذله، انت عارف الموضوع ده لو ما كانش اكتشف، يعني حدش اكتشفه كنت ممكن كل شويه اقول له اديني فلوس، اديني كذا، انا شاهد عليه. يعني هياخد حد عشان يذله بعد كده؟ اقسم بالله العلي العظيم ما خدت حاجه ابدا. ما انت كنت لسه هتاخد. والله ما ولا كنت هاخد حاجه، ولا كان جاي لي على حاجه ولا حاجه ابدا.
اللي اقول لك اللي نبني في المشوار ده ان انا اتخذتها. ريت بقى يا فندم توضح لنا من اول البلاغ ما وصل لكم لغايه ما تبين لنا هل فعلا هو شريك اساسي ولا مجرد ان هو كان رايح للمشاهده وللفرجه بس. هي القصه بدات طبعا في صيادين في النيل في قريه ابو عزيز شافوا الجثه عايمه على الميه، هي مش باين جثه ولا حاجه بس يعني من الجلابيه فكروا جثه. بس انتقلنا وطلعنا الجثه، كانت عبايه مربوطه من الناحيتين. بس طلعناها بره فكينا العبايه لقينا جثه فعلا لواحده بنت، فبنرفع الجلابيه لقينا حجر بلوك محطوط جوه الجلابيه عشان يتقل الجثه. انا استاذنك برضو ونحب ننوه الساده المشاهدين ان احنا معانا تصوير كامل من اول استخراج الجثه وهي جوه جلابيه او جوه عبايه بيضة، والناس بيشدوها على الشط لغايه ما بيفتحوها وتطلع الجثه مناظر بشعه. يا ريت الاطفال او الاقل من سن 18 سنه ما يتفرجش عليها لان فعلا مناظر بشعه جدا لجثه البنت. لكن احنا اهم شيء ان في تصوير مسلسل كامل من اول ما طلعت من جوه النيل وهي مربوطه من الناحيتين لغايه ما بنفتح الشوال ده او الكيسه والعبايه لغايه ما بتطلع راسها لغايه جثه كامله قدامنا مع تصوير مع كامل مع رجال المباحث وما بيستخرجوها، شيء صعب جدا وبشع. اتفضل. بس فتحنا العبايه طبعا كان معانا السيد رئيس المباحث، خد مشينا في الاجراءات لقينا في شرب ملفوف حوالين رقبتها، نقلنا الجثه للمستشفى وابتدينا ننشر عن الجثه. طبعا لقينا في حاله مشابهه حاله غياب في صملوط، احنا طبعا بنفحص كل حالات الغياب اللي موجوده. بس جم يعني كذا حاله غياب، ناس جت اتعرفت، جم ناس من توفيه وجم ناس من بني مزار اتعرفوا على شافوا الجثه ما حدش اتعرف عليها. جم اهلها من الخمايشه اخواتها اتنين جم بصوا على الجثه عرفوها طبعا، يعني ملامح الوش ما كانتش باينه قوي، بس اتاكدوا ان هي من اللبس بتاعها لان كان لها اخ كان مصورها على الموبايل بنفس لبسها ده. جت اخواتها اختها بنته ووالدتها جم تعرفوا على قواد بنتنا.
بس بدأنا نفحص طبعا، قد كانت عاملة خطة بحث ابتدينا نمشي فيها، كان أهم حاجة عن علاقات البنت، نفحص علاقات البنت نفسها. بس اكتشفنا في البلد ان هي على علاقة بواحد اسمه عطفي من نفس البلد، واهلها يعني اكتشفوا الموضوع ده كذا مرة، وكانوا خدوا منها الموبايل وكانوا قاعدينها في البيت ونقبوها، بحيث يعني بحيث ما حد تطلعش من البيت، او هي حتى وهي برا ما حدش يعرفها. بس جت يوم جمعة، كان يوم 28/2، سابت البيت ومشت. طبعا وصلنا طبعا في التحريات ان هو حصل في اللقاء ما بينها، طبعا كانت على علاقة غير شرعية بعطف ده، ان هي حصل حمل. يعني الله اعلم، لحد دلوقتي ما كشفناش، الطب الشرعي ما طلعش اذا كان في حمل ولا لا. هي بدأت تقول له قالت له ان انا حامل، وبقالي شهرين الدورة مقاطعة عني بس، ولازم تتجوزني. بس عطفي كان ليه اخ كان توفى في حادثة، واهله اجبروه ان هو ياخده مرات اخوه، وقال له كان جوزها 3 سنين وما فيش خلفة. بس طبعا تخف في البلد الفضيحة، طبعا هي بدأت تهدده، لو ما جوزناش هتفضح في البلد، هفضحك وهقول لأهلك وهعرف أهلي، لازم تشوف لنا صرفة في القصة دي. حاول فيها هي قال لها طب نروح لدكتور ننزل الجنينة وكده، هي ما وافقتش. جي في يوم الجمعة ده يوم 28، كلمها قال لها ده في دكتور أنا لقيته كويس في مستشفى اليوم الواحد، تعالى هنروح نكشف عنده. بس اتصل بصاحبه اللي هو جمعة، قال له تعالى انا في مشوار كده نروح نقض. بس راح معاه طبعا هناك، استنى عند المستشفى. جت فاطمة ركبت في توك توك، راحت قابلته هناك. طبعا هناك ما فيش حد ورا المستشفى كده، بمسافة قرب النيل يعني الاراضي هناك، قابلها. اقول ان هو كمان مارس معها الرذيلة. هو فعلا يعني احنا انا حضرت التشريح بتاع الجثه، كان في فعلا يعني في سائل منوي، كان في الرحم، كان باين قوي. بس طبعا خد اللي هو عاوزه منها، وعشان يخلص راح ضربها شويه وراح رابط الاشارة على رقبتها. فقدت هي طبعا الوعي، راح حطتها جوه العبايه بتاعتها كده اللي انا فيها، وراح حطت حجر بلوك وربط من ناحيتين وراح زيها في الميه. ايه دور بقى جمعه في الموضوع؟ يعني هو جمعه طبعا شريك ولا مش شريك في القضيه؟ هو قانونا شريك. بس في يعني كاجراءات لسه ما ما ثبتناش فيها اذا كان شريك ولا لا، بس يعني كل الكلام يدل ان هو شريك فيها. ان هو قبله واتفق معاه يعني المفروض. طب نشوف عاطفه يا فندم باذن الله. حاضر باذن الله.
ويقدر لنا دلوقتي مع عاطف. اهلا بك يا عاطف. اهلا بك يا باشا. اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام. شغال ايه؟ شغال في الجبل يا باشا في مصنع البلوك الطوب الابيض. عندك مصنع ولا شغال يعني باليومين؟ لا شغال باليومين. متزوج؟ اه. عندك اولاد؟ لا لسه. مش ايه الموضوع بقى يا عاطف؟ موضوع يا باشا اللي انت موجود فيه هنا مش عارف امت مني بالقتل. بس انا قتلت مين؟ مش عارف الصدرين من المباحث بيقول ان انا قتلت. بس انا ما حصلش مني. تعرف فين ده؟ ما تعرفهاش. اعرفها يا باشا سطحيا زي اي حد في البلد. هي بلديتك يعني؟ اه يا باشا عارفها. اعرفها من البلد ايه. تعرف يعني؟ انا يا باشا انا في حالي اعرف ان زي اي واحده يا باشا في البلد. بس يعني معقول انا اعرف كل بنات البلد؟ معقول الاكل برضو كده يا باشا. عندنا قريه احنا صغيره. اه انت مش مطين نفسك. لا قريه صغيره من صملوط يا باشا الخمال. يعني عارفين كل اثار بعضين. بس انا يا باشا مختصر في حالي. انت سمعت سؤال يعني؟ ما دام قريه صغيره بالبيت عارفين كل بيت باللي فيه كمان. صح ولا؟ اه يا باشا. بس انا ايه اللي تعرف بقى عن البيت دي جوه بيتها؟ الايام ديت فعادي يا باشا بتقوم الصبح بتروغطها وبتروح مع اخواتها مع المغرب عاديه خالص. انت بتتابعها كل يوم الصبح تروح الغيط وبتتابعها وترجع؟ انا بسمع مثلا بشوف انا مثلا زي ما بقوم انا مثلا الصبح مثلا مع الساعه 2 2 بالليل كده بمشي على الشغل برجع العصر في الجبل في المحير يا باشا. بس شرق تمام. بس برجع كنت اول ما عندي بيت عمي شويه جنبينا ومع اولاد عمي وكده وبرجع مع العشاء بدل انام عشان بقوم الساعه 2 بالليل. تمام. بس كده. لكن في ناس شافوك معاه؟ لا يا باشا ما حصلش. مفيش ناس شافوك معاه خالص؟ لا ما حصلش وانا ما كنتش معاه اساسا. سمعت عامل ايه البنت دي؟ تسمع اكيد ما توقع مشيت وبقول بنسمع كل حاجه احنا برد عارفين. انا سمعت ان هي متخلفه عقليا بس لكن ما اعرفش. متخلفه عقليا ازاي؟ ما اعرفش. انا سمعت كده من اخواتها ومن ساعه ما الحادث اللي حصل ده بس. طب هو في حد ممكن يحب واحده متخلفه عقليا؟ لا يا باشا وانا بتجوز سيادتك يا باشا. انا ما جبتلكش سيره انت. انت ليه خدت سؤال على نفسك؟ انا بسالك سؤال في العموم، هل ممكن في واحد يحب واحده ويعمل علاقه مع واحده متخلفه عقليا؟ لا طبعا. صح كده؟ صح كده يا فندم. انت عرفت ان هي متخلفه عقليا؟ انا سمع زي اي حد من البلد الصغيره وسمعت كده. فعطفي انا عايزك تبقى يعني في اكتر من واحد شافك معاها وفي اكتر من واحد شافك وهي بتروح لك البيت. في عشان نفسي حد يواجهني ويقول ان انا شفتك معاها وكده. نفسك حد يواجهك؟ اه ما حصلش يا باشا. نفسك حد يواجهك؟ انا يوميا يا باشا النهارده السيد رئيس السيد في النيابه يا باشا سيادتك سالني قلت له انا كنت موجود عند فلان وفلان وفلان من الساعه كذا للساعه كذا. بس هو ممكن سيادته ويستدعي الناس ديت ويسال ان انا كنت موجود عنده ولا لا. وخلال الاسبوع برضه اللي فات ديت كنت موجود في قريه جنبنا شرق البحر اسمها السريه وكنت موجود عند الناس دي وكان في شغل في المولد حماده حفظي. كنت موجود عنده يوم من بعد الجمعه على طول عنده في البيت لحد حوالي الساعه ما روحت هو اتصل بيها حوالي الساعه 12 بالليل. اعرف ان اهل البنت عرفوا ان هي كانت بتقابلك وحبسوها في البيت ومنعوها وخدوا منها الموبايل ومنعوها تطلع خالص بسببك انت يا حماده يعني؟ لا يا باشا انا بس انا يا باشا عادي كنت بعدي من البيت عادي انا ماليش دعوه بيا حي. انا سمعت بس ما حدش وجه لي. سمعت ايه بقى؟ سمعت ان من الجيران اهلها بيقتلوها اهلها ما يطلعش بره عشان خاطرك انت. طب انا ذنبي يا باشا؟ صح ولا غلط؟ صح. لا ما سمعتش ما حدش لو حد وجه لي اتماع. لا ما حدش قال. اصل انت يعني اصل احنا عندنا هنا في الصعيد ما بنلعبش على الولد. ماشي يا باشا. لو كل همنا على البنت لدرجه ان البنت خانقنا. لو حد وجه لي اتهام ولا حاجه مثلا لو انا عملت حاجه زي كده هتهرب مثلا هتهرب مثلا اهرم البدر لكن انا ما حدش وجه لي اتهام والحمد لله انا ما عملتش حاجه. اهل البنت اللي حبسوها وخدوا منها الموبايل ومنعها من الخروج عشان خاطر عاطفي، هل الكلام ده جاي من الهوا كده؟ وانت وصلك الكلام انهم حبسوا البنت عشان خاطر عاطفي؟ لا والله انا سمعت كلام سطحي فعلا ما ادريش غير بكله هنا وانا هنا موجود. انت عرفت انهم حابسينها ولا لا؟ لا ما عرفتش غير لما جيت هنا. لا ما انت بتقول انا عرفت ان هم وصل كام ان هم كانوا من المساجين هنا كل ما اخش عنبر لعنبر يقولوا احنا سمعنا البنت دي كانت ما يقولوا مش عارف مقتوله ما يقولوا مش عارف مخنوقه ما يقولوا مش عارف. انا مش بتكلم على قتل وخان. حاجه سمعت بيقولوا اخواتها قتلوها عشان ولا اعوذ بالله اغتصبت وكده بس. انا ما بتكلمش على كده انا بتكلم على نقطه تاني. انت سمعت ان هم حبسوها في البيت وما رضوش يطلعوها علشان وخدوا منها الموبايل عشان خاطرك انت؟ والله العظيم يا باشا انا بحلف وصادق ان انا ما سمعت كلام زي كده ابدا. ما سمعتش ممكن احبسها؟ لا يا باشا والله. طب انا بس معايا صور كده عايز اشوفها يعني. هي دي اللي تعرف دي؟ مش عارف يا باشا انا شكلها قدامنا مختلف كده عن كده خالص. شكلها كده ما عشان الميه قاعد كام يوم في الميه. ما اعرفش. الله يجازي اللي عمل كده. الله يجازيك. صح كده؟ ها هي ولا مش هي بقى؟ بص كويس.
شكل متغير يا باشا، ما اعرفش اتاكد. وهي كام يوم في الميه؟ كانت متنقب، انا ما اعرفش، كانت لابسه نقاب، انا ما اعرفهاش كويس. مين اللي كانت لابسه نقاب؟ هي ما انت كنت بتشوفها ازاي ورايح لغيت وجايه من الغيط؟ ماشي يا باشا، من عاد مثلا انا ممكن بيتنا احنا في الناحيه، بيت اختي في شارعها وبيت اختي. تعرف ان نقبوها عشان خاطرك انت بقى؟ لا يا باشا. ما تعرفت انا منقب ازاي؟ من البلد يا باشا، المسافه صغيره، انا اعرف. واسال سيادتك اي واحد من البلد. انت بتشوفها رايحه لغيت وجايه من الغيط بالنقاب؟ متنقبه دي لها 3 سنين. ايوه متنقبه دي لها فوق ال3 سنين واحسن. واي حد من البلد بتعدي لها باليوم 3 سنين يا باشا؟ انا عادي ازاي يعني؟ انا بقول لك فوق يعني في حدود زي كان عادي ازاي يعني؟ انت ما تعرفش صور مين دي؟ انا ما شفتهاش كويس. خد اهي، بس خد الصوره. انا مش عايز يا باشا ابص. انت قاعد تبص اهو، امسك الصوره. مش عايز تمسك الصوره ليه؟ وانا كل ما اقول لحد امسك الصوره ما بداش يمسك الصوره. امسك الصوره يا راجل، خليها معاك. انا مش طايق الموقف. مش انا، معلش يا باشا، بعد اسمع. معلش انا مش طايق الموقف اصلا، مش طايق ان انا ابص. انا مش عايز ابص فيها، انا مالي، مش هبص فيها. وانا بقول لك بص فيها، ده في حاجه غلط. امسك الصوره يا باشا. انا مش قادر ابص في منظر الصور. طب امسك الصوره. طيب لا مش هبص. ما تبصش فيها بعد اذنك يا باشا، مش قادر. طيب امسكها. ماسكها ايه؟ مش قادر تمسكها ليه؟ لو انا لو انا ما اعرفهاش ومش مهم. طب انا ماسكها واشمعنى انت؟ انا قلبي ما يطورنيش ان انا اقدر ابص في الصوره. انت بتحبها بالطريقه دي؟ لا يا باشا والله ما حصل. انا متجوز يا باشا سيادتك، انا لو بحب يعني الحمد لله. ما انت قلبك مش بتقعد يا باشا. بعد اذنك انا كده متوجه للاتهام. انا مش بوجهك اتهام، انا بقول لك انت قلبك مش قادر تمسك الصوره دي. ما انا ماسك الصور كلها. ماشي، انا مش مؤلف على المنظر ده. انا زي مثلا في الشغل في المحاير، سيادتكم بتسمعوا ان في واحد قتل في المحجر اللي هو في ناس. انا بسيب المكان وبمشي بعيد خالص، ما بقدرش الموقف. قلبك حنين. الحمد لله انا ما بطيقش الموقف ده خالص. مش عايز الصوره برضه. هعمل بقى ايه؟ طب لما هي كانت منقبه 3 سنين عرفت ان هي دي ازاي؟ انا ما قلتش ان ما اعرفش هي ولا مش هي. مش بقول منقبه طول 3 سنين. انا بقول لك على ديك اللي انا على زي ما شفتها قدامك، انا ما اعرفش شكلها الحقيقي. انا لما وريتك الصوره دي دلوقتي قلت لا، بس هي مش هي دي، مش الشكل ده. فقلت لك من الميه. طب واحده متنقبه 3 سنين عرفتها ازاي؟ ما انا ما اعرفش يا باشا. انا بقول لك مثلا ما اعرفش. انا يعني انا لما وريتك الصوره بصيت فيها قلت ايوه، بس هي شكلها ما كانش كده. اتهام يا احمد بيه ولا ايه؟ مفيش اي اتهام. توجه اي اتهام يا احمد بيه؟ مش اتهام، احنا بنقول لك عرفتها ازاي ان هي منقبه. انا ما اعرفش يا باشا. ما انا بقول لك ما بعرفش. انا شفت الصوره مش قادر اطيق الموقف. انا مش عارف مثلا ايه هي او مش. انا بقول لك ديك اللي قدامك عشان الصوره باشا، عشان الصوره باشا. لكن واحده متنقبه بقى لها 3 سنين تعرفها ازاي؟ ما اعرفهاش طبعا. اعرفها ازاي متنقب؟ ما شفتهاش. اما انا بصيت الصوره دي وقلت لي بشكل مش شكلها يعني. ما قلت ما اعرفش. انا قلت لسيادتك ان انا ما اعرفش، ما قلتش الشكل. لا قلت لي شكلها بس متغير شويه. عشان ما حصلش. ما حصلش. ونفسك حد يواكك بالعلاقه دي؟ نفسي حد يقول لي انا شفتك مع او كده او كده. نفسك؟ ممكن اواكك دلوقتي؟ وجهني سيادتك. اواكك؟ موافق يعني؟ موافق يا باشا. مفيش حد كان معاك في الوقت ده ولا راح معاك ولا كنت بتحكي له كل اسرارك؟ لا لا. ولا بيسمعوا تليفونات ولا غيره؟ لا يا باشا، لا ما حصلش. We'll be right back.
ازيك يا جمعه؟ السلام. اخبارك ايه؟ الحمد لله. فين عطفي بقى؟ اهو قدامك اهو. عطفي ده كان يعرف البنت؟ ايوه عارف. وكان بيحكي لك انها كانت بتروح له؟ ايوه. واحيانا كانت بتخلي بتنط على البلكونه؟ اه. واحيانا كان بياخدها في العربيه؟ ايوه. واخر مره خدها ورا التامين؟ ايوه. تامين؟ المستشفى يعني. اه. صح كده؟ اه. هو ده؟ هو ده. وخلاك قدامك وحطها في العبايه ورماها في النيل؟ ايوه. بعدين واجهتها قلت لي هاتولي اي واحد. اي واحد. هو مش بيقول واجهني وتحدتني؟ مين يوكلهم؟ مين يشربهم؟ طيب ذنبي انا؟ ذنبي ان انا طلعت معاك من البيت؟ هو ده ذنبي؟ طب قول لي انت بقى العيال في البيت دي مين يوكلها؟ مين يشربها؟ وانت عارف حكايتي من الالف للياء، ولا ورايا اغطان ولا ورايا بيوت ولا ورايا اي مصيبه الدعوه ولا اي حاجه. محدش يوكل عيالك. وعنده اربع عيال. رد عليه. ماشي يا باشا مش مي. انا الصراحه تعبان مش قادر اتكلم، القانون ياخد مجرى. انا قلت واجهني، انا جبت لك واجهني. خلاص يا باشا اللي حاصل بقى مش قادر معلش بعد اذنك. لا انت كده بتهرب ليه دلوقتي؟ انا حاسس ان انا اتعب معلش. اه ده اه طيب اه ده عطفي. مش قادر يا احمد والله مش انت دلوقتي خايف من المواجهه ليه؟ انا تعبان مش قادر. خايف من المواجهه ليه انت دلوقتي؟ مش قلت واجهني؟ خلاص يا باشا اللي حصل. احمد بيعرف. قتلته ولا ما قتلتش؟ لا ما قتلتش. تعالى قوم لا قوم كده. مين اللي قتل؟ انت اللي قتلت؟ لا انت اللي قتلت؟ مين اللي قتل؟ عطفي مش ايه؟ عطفي. عندي صوتك. عطفي يا مين؟ عطفي ده؟ اه. قتل قدامك؟ ايوه مش. وخنها ازاي؟ زي ما شفتوا انتوا كده في الورق. لا لا احكي لي انت خنها ازاي؟ احكي له هو اصلا بينكر كل حاجه ويقول لك اتحداك هات لي اي حد. اه انا قدامه. لا قول له انت. بص العيال اللي في البيت ما بصليش انا، انا مش مهم انا اروح معاك في 60 داهيه. بص بص للعيال اللي في البيت. بص العيال يا اخي انت دمرته، انا بس كانوا انت كان وقتك ليه؟ بهدلتني علي مين بهدلتني؟ مش عارف حصل ازاي؟ يعني كانت غلطه منك يعني كده وخلاص حصلت؟ من ساعة ما توفى اخويا وتوفت امي وتوفى ابويا بدأت ان انا اشرب، ما اعرفش ما كنتش في وعي ولا حصل حصل. بس كده. بدات ان انا اشرب وغير ما كنتش في وعي. بس يا باشا خلاص بقى اللي حصل بقى من ربنا. طبعا اشكرك على شجاعتك واشكرك على اعترافك. تعالى بقى عشان انت كده انا حسيت بيك دلوقتي وفعلا انت صبت عليا. اقعد يا عطف اقعد في ربنا يصبرك. خلاص يا باشا بعد اذنك. ما انا تحت تاثير تحت تاثير الشرب. اقعد بس تحت تاثير الشرب يا ابني بيبقى حكمه مخفف. اقعد اقعد. ما ده احنا برضو بنقوله ان الشرب يا جماعه المخدرات والحشيش ده شاب على فكره من الناس الممتازه جدا، ويمكن الكلام اللي تعالى عنه ان هو كانت اخلاقه فوق الممتازه، وراجل من بيته للشغل ومن شغل للبيت، اول ما اتلم على شله السوق وابتدى يشرب مخدرات وابتدى ياخد البرشام حصل للاسف اللي هو اعترف بيه. فبنقول البرشام والمخدرات ابعدوا اولادكم عنه. ادي النتيجه شاب متزوج ومن عيله كويسه جدا وبيكسب كويس قوي، لكن في النهايه اللي حصل قتل البنت، وللاسف البنت كانت حامل، وللاسف انتهت حياتها بمأساه تحت نتيجه البرشام. مخدرات ولا برشام ولا حوار؟ مخدرات يا باشا. كل كنت في اليوم ده واخد بقى هذه الفترة يا باشا من ساعة ما توفى اخويا كان هو نور عيني، كان اكبر مني بسنة، كنت انا وهو واحد، كنا اخويا التاني اكبر مني، فاحنا كنا متعودين على بعض. مرت عليا ظروف وحشة، جا ابويا الله يرحمه توفى، جت امي توفت. يا اخويا دور عظيم. اه اخوك توفى ازاي بقى؟ حاسس يا باشا امي توفت كانت تعبانة وكده. برضه معلش يا باشا بعد اذنك عشان تعبان. بس انا عايز اقول لك على حاجة، انت فعلا اجبروك ان انت تتزوج مرات اخوك؟ لا لا انا وافقت عليها بنفسي. من ساعة ما اتجوزت ما حصلش حمل، رغم ان الجواز استمر قد ايه؟ الجوازة ادينا ثلاث سنين ما حصلش حمل من نتيجة ان انت يعني حتة ان دي مرات اخوك كانت واقفة حاجز بينك وبينها، وده اللي خليك تتعرف. انا نفسية بس كده، بس بعد كده اتعاملنا عادي وعملنا كذا عملية، بس لسه ربنا ما رضاش. وده نتيجة ان البنت اتدخلت في حياتك. اه هي اللي فرضت نفسها عليك. انتهزت الفرصة، رنت علي كذا مرة، خدت الرقم من الاستاذ ساري. خدت الرقم من الاستاذ ساري ورنت عليها اول مره غيرت اسمها، عايز ايه؟ انا واحده بحبك ومش عارف. قلت لها مش لازم يعني مش محتاجه. مره في مره والشيطان شاطر. بعد كده خدت الرقم من واحد اسمه محمد ابو عباقه عندنا وما كنتش اعرفه جوا، ورحت له كذا مره، يا محمد مين اللي بتنع معانا؟ قال لي انا عارفها بس بعدين بقول لك، وما حصلش انه قال. بس ومن هنا بقى اللقاء كان بيبقى عندها ولا عندك بامانه؟ لا اللقاء ممكن يكون في اي مكان، مره او اتنين بس في الزراعة بعيد. في الزراعة وفي العربيه احيانا. لا لا ما حصلش. لكن قبل ما تقتلها في اليوم ده فعلا يعني عملت الغلط معاها؟
لا لا، هي كلمتني بتقول لي انا حامله كده مش عارف ايه. حاولنا نوصل لاي مرحله يا دكتور او اي حاجه ان احنا ندلي جنين وبكره وبعد مثلا، حكيت ان هي مره وكده بكره وبعد مثلا في امل يعني، بس بدل حمل بطنها تكبر والحوار دوت هيبقى في امل ان انا اتقدم واتجوز لها، بس ما كانش في فرصه، والشرب والشيطان شاطر اللي حصل حصل بقى. بس طب انا عايز اسال السؤال الغريب جدا، انت كنت ناوي تقتلها، خدت الراجل الغلبان ده معاك ليه؟ هو ده السؤال اللي انا مش لاقيه وياه. انا ما كانش فيه نيه ان انا اقتلها وكده، بقول له ما اعرفش بقى، هو برضه بيشرب برضه، جات ازاي معانا الاثنين كده ما اعرفش. ضرب معاك؟ لا يعني ما ضربش. طب كتف معاك؟ لا لا. طب رمى معاك في الميه؟ لا. انت فعلا عرضت عليه ان هو يعمل غلط معاها قبل ما تموت؟ لا لا. حصل ما حصلش الكلام ده؟ حصل. ايه؟ حصل. قال صوتك. حصل. حصل. ازاي عمل معها الغلط قبل ما يموتها؟ على زي ما سمعت منه برضه. منه برضه. يا اخي يعني انت كنت صعب قوي عشان تقتل واحده يعني. مفيش وعي يا باشا، مفيش وعي يا باشا. بعد اذنك انا مش قادر اتكلم ولا قادر. انا يا ريت من الحكومه الضربه بالنار على طول عشان استريح من انا جوايا. يا ريت ان انا اضرب بالنار، انا ازاي وصلت عملت كده ما اعرفش. يا ريت اي ظابط اللي يرضيك ايه؟ يرضيك. ما انا يعني اللي يرضى ربنا ان انا ساعتها مش عارف اقول لحد الوقت مش في وعي. لحد الوقت الحكم مخفف يعني. لا يا ريت ان انا يريحونا على طول، ان انا مش بتاع سجون ولا عمر حصل معايا وقت تعبت ومش عارفه، وحاسس ان انا غلطت بس غصب عني برضه ما كنتش في وعي. بتحكم على نفسك بيه. اللي يرضى ربنا واللي يشوف القانون. يا ريت انا عشان لو فيها سجن لا اضرب بالنار مباشر على طول واموت احسن. عايز تاخد براءه؟ انت عايز تاخد براءه يعني؟ لا اللي يرضى ربنا مثلا لو ضربت بالنار احسن. طب بتحكم على الراجل ده بيه؟ الراجل ده برضه ما اعرفش، هو جمعي برضه غصب عنه، احنا الاثنين كنا شاربين يوميا وجمعي غصب عنه برضه. بتشرب ايه بقى؟ انت راجل عندك اربع عيال وحالتك يعني تعبانه وورش يوم بيوم، هو راجل كسيم، بتشرب ايه يا راجل؟ والله الجرتين كده لما يجوا من الحبايب يا باشا، انا ما بشتريش. فبالتالي دماغك ما كانش فيه برضه ده. بقى في نفس الكلام، بس هو زي ما قال لك كده. انا ما عملتش معاه حاجه. بتحكم على نفسك ايه بقى؟ والله اللي يرضي ربنا. انت تحكم، انا القاضي بيقول لك احكم، اللي انت هتقول عليه هيدوه. يعني في حد بيحكم على نفسه باللي هو عايزه؟ في واحد بكى عدموني اهو زي ما طب ما هو حاسس باللي جوايا، كان اللي جوايا انا ما عنديش حاجه جوايا اصلا، عشان احس ما عنديش غير عيال اللي في البيت، مين هياكلهم من بعده؟ انت عايز تطلع براءه عشان خاطر ولادك. والله اللي يرضي ربنا. يعني انت براءه عشان عيالك، وهو براءه عشان كان في مكان شوف وعي وكان شرب مخدرات. الله اعلم بقى. طب وذنب البنت الحامل دي ايه؟ الله موت اثنين. لا لا الا الله. لا انا برضو انا ذنبي ايه؟ ما انا اعرفش مثلا، ولا اعوذ بالله حامل مننا من اللي سمعنا. لا ما كانش ماشي غير كتير. لا يا باشا ده كتير، احنا سمعنا من البلد ان كتير، بس ما اعرفش مين او مين. انت كنت ماشي مع واحد ماشي سمعنا ما انا ما اعرفش يا باشا، ما بقول لك الشيطان، وانا لو فيها اساسا مش هوصل لده كله. انا لو فيها مش هوصل لده كله. طب ما كانش يحصل لو انا فيها ما كانش يحصل. اتفضل يا احمد بيه. يعني انت شايف ان انت ندمت في وقت ما ينفعش فيه الندم؟ ما ينفعش وما كنتش واعي يعني. اظن القضيه كده يا فندم مكتمله. بس هو السؤال فعلا يعني انا عايز في الاول، الراجل ده عقوبته هتبقى ايه دلوقتي؟ انا شايف ان هو للاسف يعني دي حسب القاضي العقوبه بصراحه. لكن هو دلوقتي حته ان هو كان شارب في الوقت ده يا فندم، ممكن يبقى عذر، ممكن شوف واعي وكان شارب مخدرات، بتخفف العقوبه. بتخفف العقوبه قانونا، بتخفف العقوبة. وده ظرف مخفف على فكرة. يا باشا يعني يا ريت لو فيها اسبوع سجن، وانا قلت لاحمد بيه اضرب بالنار ارحم لي. لو اسبوع بس. لو اسبوع واحد بس اضرب بالنار ارحم لي. انا ندمان على اللي حصل دوت، عمري ما اتحبس ولا في جيش، قضيت الجيش بتاعي في ادارة المسطحات 3 سنين 100 100 وماشي في منضبط، بس اللي حصل اطرقها وزعتها وبرضه تيجي اضربها. بس ده انت لغوت اتنين، واحدة وجنين يعني، واحدة وابنك معاه. انا ما اعرفش يا باشا ابنه ولا مش ابني. طبعا طب يا فندم فكرت مثلا ان انا بكره وبعده، ان البلوى ان انا احاول ادلي الجنين وبعد كده هتجوزها، حاسس ان انا غلطت. ليه ما احاول ما احطش اتجوزها ليه وهي بتجيني وبجي ابنك برضه؟ ما كانش في ظروف يا باشا، الظروف وحشه ومش هينفع ان انا اقول لاخواتي كده والبلد ما كانش في تفكير ان انا وقت ان انا افكر ولا في دماغ ان انا افكر، ما كنتش في وعي. ما فيش وعي.
أعزائي المشاهدين الحكم ليكم. لازم نتوصل في النهاية، لازم نتوجه بالشكر لسيادة المقدم أحمد الصبتي، فعلا بأمانة شغلك فوق الممتاز وأدائك في كل القضايا فعلا مش لوحدينا بصراحة، احنا معنا رئيس مباحث وقيادات يعني مشجعنا على كده الحمد لله.